اهلا وسهلا بنات، صباح الخير عليكم. كيف نتوما؟ كنتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير وما ناقصكم خير ان شاء الله. وانتوما كتشوفوا هاد لا فيديو. المهم حبايبي، كيف ما كتشوفوا معايا اختكم بالتريننج اليوم. شوفوا فين جالسه. عرفتوا عندي واحد الروينه ديال التسبان، غادي نوريها لكم دابا. عندي شي 10 د لي ماشين خصهم يتسطواو ويتحددوا داكشي كامل. حبايبي غادي نجمع هادشي. عندي واحد 3 ديال السوايع ديال الخدمه هنايا قبل ما نمشي. المهم دابا باقي بكري بزاف. بغيت نجاوب البنات اللي سولوني في التعاليق، واللي دائما مسكينه واحد الاخت بعدا بالخصوص هي بزاف كتسولني على لا راديو فريكونس، على الثمن، على النتيجه اللي عملت عند الدكتور مروان عبود. شوفوا انا خدمت هنا، دونك الثمن على حسب شنو غتخدموا، حيت انا بزاف الحوايج خدمت هنا، والكرش والكويس ياكو. ابخي ثم كل واحد علاش من زون. المهم هنايا كتشوفوا من فوق، لانني كنت كنتكي، خصكم تكيو كل 10 دقائق هادشي كامل من فوق. من بعد غادي تجمع النتيجه فينال، باقي الوقت ديالها حسب شنو هي لا زون اللي غادي تخدموا. فهمتوا؟ انا مثلا ثلاثه د الحاجات تقدر تيغي حاجه وحده. اللي كنصحكم شي وعندو غتسولوا على راسكم. كاينه لا ميتين استيتيك، كاينه لا ليست كبيره في لا ميتين استيتيك. دابا نجيب لكم الورقه ودابا نطلب لهم اليوم الورقه، ماشي تجميل ولكن غير الطب ديال التجميل، يعني ماشي داكشي التقطيع وديكشي كامل، غير بحال هكذا لي ماشين لي غاديو فريكونس لايزر باش كيحيدوا الشعر، باش كيحيدوا لي طاش من الوجه. المهم بحال هادشي هذا. غادي نجيب لكم الورقه ونشوف نيت انا براسي شنو عندهم تما، حيت كنمشي ديما غير مزروبه، ما عنديش الوقت. كخصني نكمل ديك لي سيونس ونخرج بحالاتي، وغادي نصور لكم حتى البلاصه فين جاو. ابخي النتيجه انتم كتشوفوا يعني ماشي 100%، انتم باقي هادشي غلط، ماشي 100%، ولكن كينقص شي شويه. وانا يلاه دابا جوج حصص اليوم غتكون الثالثه. وبالنسبه للبنات اللي عندهم بزاف، كاين بنات اللي عندهم تبارك الله كبير بزاف، هذوك كيكونوا مجبرين يدوزوا العمليه، يعني يحيدوا لهم هذيك الشحمه. هذا هو الحل. اما هادشي ديال لا راديو فريكونس غادي يضيع لهم غير فلوسهم وما غيعطيش النتيجه. بالنسبه للبنات اللي خفافين اولا مويان بحالي، خفافين اكيد غتعطي النتيجه، مويان بحالي انا كنجرب معاكم وانتم تحكموا. احسن حاجه محتاجين تعملوها، ولا احسن حل، احسن حل وانتم محتاجين تعملوا شي حاجه، هي مشيو كونسلتو الطبيب، كونسلتاسيون 50 اورو، شرحوا له المشاكل اللي عندكم وهو غيقول لكم واش هذا الشيء مسلككم ولا ما مسلككمش، ولا كاين شي علاج واحد اخر. هذه بالنسبه هكذا بين قوسين البنات. صافي هذا الشيء اللي كاين الحباب. غادي نمشي ندوز نفطر عند صاحبتي وندوز تما، ونمشي عند سيناهم نفتش على لاشيميني، حيت عندي معلم ديال القبص في الدار، وخصو يعبر، خصو يشوف لي نجيب لاشيميني باش يعبر لا بلاصتا ديريكت باش تجي اونكاستري. هي كاينه لاشيميني اللي كتبع اونكاستري، بحال اللي شفت مثلا عند الاخت حسنة شانيل نهار اللي مشيت معروطه، كتعمل قالت لي 300 في السيت، ولكن انا اللي شفت عند سيناهم صراحه عجباتني، حتى فيها المرايه. هذيك ما كتكونش اونكاستري، هذيك تقدر تحطها غير ديكور وتحط عليها التلفازه. مي انا عجبتني وهضرت مع المعلم، قال لي واخا هذيك نقدر ندخلها لك، ندخل ما كاينش مشكل، ما حدا بلاصتها تكون هي هذيك، حيت عجبتني. جا غير نص شيميني وجوج ديال الجهات فيهم بلاكر، يعني تحطي فيها القران، تحطي فيها حوايج تصلحي، حيت بيت مغربي تحطي فيها بزاف الحويجات هكذا، وفي نفس الوقت ديكوراتيف، يعني مرايه. ما في عوته غنعمل ابيض ولا الدوغي ولا شي لون اللي من بعد نبقى حايده علاش عملت هذا وما عملتش كتاره هكذا، علاش؟ فالمرايه كتسامخش مع كل شيء، وعاد الشكل ديالها مزيون بزاف. غادي نمشي نشوفها معاكم اليوم ان شاء الله، ونشوفوا شنو كاين في الجديد وداك الشيء كامل. المهم غادي نخرج، ملي كيكون عندي الدكتور عبود في بروكسل ولا كيكون عندي شي رونديفو اخر، كنحاول نخرج نص الوقت، يا الايكيا يا عند غو دو برابون يا هذا، باش كنأسوسييهم مع بعضيتهم، وما يدير عليش النهار غير خاوي نجيب معايا حاجه اخرى. من قبل ما هادشي كامل حتى نسالي هاد الروينه، وهانتوما معايا نتلاقاكم من بعد. عندي ممطوط واحد 10 د لي باني ديال التصبين البنات، والله العظيم الا شي 10 د لي باني ديال التصبين، شي 10 ديال لي ماشين كنصبنو كنشفو كنحط كنصبن، هادو مطويين حتى هما. المهم رديت اللي قديت عليه، ودابا باقي في الغوباساج. تر الغوباساج كنغدد لا ناب، المهم اللي خصو يتحدد غيتحدد. انا كنت كنشرب الصباح قهيوه ديالي، شربتها غير هنايا، وعاد نجمع هاد الروينه وهداك الشيء كامل اللي تما. حاشاك بوبل تخيتو بوبل، هداك الشيء ما صالحش، الحوايج اللي صافي دبغوا ولا تقطعات ولا صغارات ولا. مي الطاش ديال اللانج ماشي شي طاش اللي كتعجبني صراحه. التصبين هو العدو ديالي، طويت تحديد هادشي كامل ما عنديش معاه. وعاد تبارك الله سته ديال الناس، وسته ديال الناس اللي كيوسخوا حوايجهم. مي صافا الحمد لله، انا اللي نساليت هاد السيكل حتى هما خويتهم. باقا لي هنايا نقول لكم واحد الساعه ديال الخدمه، وعاد نمشي للمريوات نعدلهم، عاد نخشي فيهم الحوايج اللي تطوا، حيت ما يمكنش نرجع الحوايج على مريوات مرونين. ايوا فوالا حد صعيد. البنات شنو بغيت نقول لكم بعدا؟ بصحتكم يا لاله السيروم. يلاه اتصلت بيا السيده، المهم اتصلت بيا البارح طبعا، واتصلت بيا اليوم وقالت لي ما شاء الله ما شاء الله وقع الهجوم في امازون على البرودوي بصحتكم وراحتكم. البنات اللي نوصيكم عليه هو داوموه داوموه، حيت انا شهر ونص ما وقفتش وباقا غادي نداومو. وشنو بغيت نقول لكم بالنسبه تقدروا، حيت البارح كانت اللي كنت عارفه انا تقدروا تكومونديو غير من الناس الناس ديال فرنسا هما اللي يقدروا يكومونديو، بما انه تبارك الله وقع ليها الهجوم عليه، فتقدروا كاملين تكومونديو من امازون ولا من رقم التليفون اللي عطيتكم
راسكم. باغ كونطخ بقاو ليها 11 بياسه لا غير. البنات ما شاء الله عاد طلبت المعمل ديالها عاوتاني باليطه وحده اخرى. ان شاء الله الا لقيتوه ان ديسپونيبل كونوا اكيدين ان غادي تعاود تجيبو. وبصحتكم على الله وراحتكم وتهلاو لي في الحاله، الله يحفظكم ليا. جبت عمري يا ضحي لخان بيا، عافني وجاز دلالي بالأذية. لا صدقها يا قوية، وأول ما إجت فرصة على وطار طار الفار مخنوق عاف الشوق صرت مالوك صرت مالوك. ومن يومتك ومن لحظتك من المرحبا وإيدك دبت بلمستك دمي نشيف نبضي وقف انغرمت حواسي بجمالك خمستا. ولو بالدنيا عدمونا وشعرك حبل الأعداء لعظامي وانا الله في اعلان شو حسيت. ولما فستانك ضميت يا ريت بقضي يا ريت يا ريت عيدي مطرح فستانك لك شفت تيابك عالكرسي انا قمت وبوست تيابي ديال الحوايج البنات. واو 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 شحال ديال الطوي. صافي قديت البيض عليا ودهويام، ودابا باقي البيض البنات. غادي نمشي نهبط المريوات كاملين. قد البنات قالوا لي كاع ما بارطاجيتي معنا الصباط اللي شريتي من قاس. وهذا البنات شوفوا شحال غزال، عرفتوا الكاليتي ديالو فنه. ما تقولوش قاس حيت قاس ما كيصدقوش بزاف الصبابط بكل صراحه، ولكن هذا شوفوا معايا كيفاش عامله كونفورتابل. وما نقول لكمش كيفاش كيجي ملبوس حاشاكم. هذا كان 170 ديتو ناقص 30%، وهذا هو الصاك اللي ديت له. عرفتوا واش ديت هذا الصاك؟ هذا هو ماشي زعما نقول لكم كود كير ولا حمقت عليه، غير حيت من نفس لا ماتيير شفتوا، وحيت حتى هو كان موان 30%، وبغيت نستغلو عاملين ستيل ديالو بحال ديور. فهمتوا بحال الفورما ديال ديور، يتهزو هكذا يتهزو بلا بوندولير ديالو. وديت معاه صمطه من ثلاثه بهم طاحوا لي 233 فعاود شي 400 دونك بون افير. وعاد هذا نيت صبات نيت ما يزلق ما والو. حاشاكم البنات. اي فوالا تنتلقاكم من بعد ان شاء الله. معايا البنات شوفوا معايا ما شهيتكم الحاد قد الله هند على كويس القهيوه عدلات ليا. لا لا انا غادي نوريكم لا ماشين اللي عندها باش تعرفوا هي اللي كتخرج القهيوه هكذا. بسم الله بريسو هادي البنات كتمسي لك الحليب وكل شيء هين. لا لا انا اللي كنعمل الحليب. فين كتعمل الحليب؟ لا هو كنعمل هيدا بلا موس كتعملوا هي هيدا وهي اللي كتموسي. هي اللي كتلقي عليها ودير اوكي اوكي. شوف راه وسخات لك البلاصه فوالا. والقهوه شنو قهوه؟ اي قهوه يا المهم غران دو نسبريسو اللي بغيتو. جيبر بيان شوكولا اللي متواجده واخا عيد ليدا. واخا عيد ليدا كتعمل عيد ليدا فوالا. ها انتم بغيتو شحال شريتيها كنتي 50 ياك؟ برومو خديتها ب 70 70 برومو شي حاجه. المهم داتها ب 70 مفنك ياك؟ مفنك كانت 100 وشي حاجه وداتها ب 70. هذه ماشي بحال ديالي هذا ماشي بحال ديالي كتخرج. لا دابا يخرج يتسناه. يلاه كتعمل جوج قهاوي كتعمل جوج كبسولات؟ اه اويلي ولد حلاب خلاها خالي كيقول لك راني تشرب في الحلاب. هذا راه ماشي يا بلو مابقاوش لي كابسيل باقا لك وحده. هذه غيبقى قطعوا عليا الراس دابا خصني اوبليجي نجيبها ليه. نقدر شي غدا مقابله بيها شفتو ما خدامش انا اخر اللي كانت عندي ديال النسبريسو ما كانتش كتعمل هيدا اوطون قلتيه.
عندي اللي حب الطنطاجة ديك بانانا كولر بانانا نسبريسو. ايه ما كتخرجوا ليش هيدا؟ علاش ما كتبنيش هيدا؟ هيدا حسن فوالا هانتوما صفقتي لها غادي نمشي نفطر انا عاجي يلا نفطر باش نمشي نتكلم باش كتخرج لقهيوة غزالة شتوها فن عملت جوج كبسولات حتى شكات كبير بزاف دوك قلت فيني هادو وهادو دو عملين 30 أورو كانوا بخمسة هادو تهم هادو ملي عندي البنات في الدار 12 أورو عاملين صاحبتي غتاخد مني خدي وحدة خدي وحدة وحدة مراكش وحدة تبقى فيها كل شي اللي بغيت طميرات شباكية مع هاديك العيبة مع هاديك لاسوبيا اللي تكون الحريرة خديها فينا في صحتك لا باقي المستقل كنخدي إلا قديت على جوج خدي جوج تفلتي بيهم هاد لي فيغ هادي ديال الديسير توين السلام عليكم السلام غزالة ديالي عالصوت ديالي بنات لقيت واحد الصديقة ديالي غزالة هاي هانتوما هاي هاي ونوريها لهم معلي بحال بحال هانتوما تلقيت الغزالة وهو البلاطو هالبلاطو الكبير بحال اللي عملت فيه هاد الأيامات الفروماج في الدار أنا قلت لكم شريتو من ديك البلاصة في فاندر كيندر هاي لقيتهم عند سيناهم ب 12 أورو هما هادو اللي عندي كبار أنا ديتهم 15 ورخاص و 12 خاص كثار فوالا البنات هانتوما الصديقة ديالي جبراتهم هنايا الصديقة أختي كتبعني الصديقة الفريق حب الحب هادو هي الشمينية اللي عجباتني حمقاتني قال لي يقدر يانكاستري هادو شتو 700 هادي شوف شحال هادي عند خليها لي هاديك وكاينه الكبيره ديال هي هادي هادي الكبيره مي انا هادي هادي كانت عجباتني مي هادي ما عجبنيش حيت فيها متر ونص كبير عامله 8 سم هادشي باش عجبتني شتي هين عجبتك قلت لك شوف اخي زكريا انا عجبتني بمتر ونص ولكن ما عنديش بلاصه بغيت هادي هادي متر ونص هادي متر وعشرين ولا لا متر ونص اويلي هاديك متر وثمانين ما عندهمش متر وعشرين ما عجينيش والله ضحكتي ما عجينيش اخي زكريا كانت تفاك لا الحيط ما عقدنيش عندي متر و 40 قال لي جيبي متر و 20 معلم باش غيعمل لي اون كاستري نعم ما مشي دخلها كما قلت لي ايوا كما قلت لك الخاطر خساره والله فيها 150 بعد انا عجبتني هذيك صاحبتي هذيك متر ونص هذيك متر و 80 اي باب متر و 20 والو يا الخير المهم بنات انا كنوريكم الطريق انا دابا في افني لويز غادي نوريكم بالضبط فين جات لاكابين ديال الدكتور عبود حنايا كيجيب الطرام 92 بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش الطوموبيل ياك 92 البنات اللي ما عندهمش الطوموبيل وبنات اللي بالطوموبيل غادي نخليك غي ماجيستخا رقم 7 هي 1000 بروكسل هو في اكسل ولكن هذيك ديك المقط المرصو بالضبط محسوب على 1000 بروكسل غادي نوريكم بالضبط هانتوما تبعوا معايا تما نزلك صاحبتي تينا غتكمل زين عينيا هاك مالها فين هنايا هنايا ياك انا عايشه في لاجي ايه ديما ديما رعد هنايا بالبوليس ديما كيصفروا يلا هانتوما عندكم اسيت بلاس بو باس الامبولانس واش عندها لابلاص فوالا سوبر هي على اليمين هذيك هي لا غي ماجيستخ فوالا هانتوما ها الطرام منين كيدوز غادي تشوفوا الطرام شتوه راه هو 93 هذا وقيلا 92 المهم هذا 93 كيشد برا في لويز قريب ماشي بعيد مرة هانتوما هاد السنيقة هادي فوالا شتو معايا هي هادي سنيقة دابا الباب على اليمين حيت فلاش باش ما نبهمش الناس هلا هكا هي هادي لا كلينيك هي هادي هاد الباب الكري غادي نوريها لكم ملي ننزل دخلوا مع الباب اللي هي هادي رقم 7 ها هي فين كاين هاد الكتابه كحله ما كلينيك كتصونيو هنا كتصونيو الساعه اللي غتصونيو غادي يحلوا لكم هما هاد الباب هادي باش تصونيو هانتوما غادي تشوفوا معايا اهلا فوالا نحلو لي داك الباب نمشي طريق ما تشد فوالا شتو من بعد هادي هي الكلينيك من بعد غادي نصوني هنايا فوالا غادي نحلو لي الباب ما كلينيك فوالا هما حلو لي الباب صافي Thank you.
شوفوا بنات الدنيا في الويش شحال فنه. جبرتوني ماشي عند زارهم حيت عندي واحد شويه الوقت باش نشوف واحد لي بواني ديك لي بواني ديال القلب ضربوا 4 اورو نجيبهم. باقي خصني البيت ديال عاليه وهويا. شوفوا معايا الدنيا كيفاش عامله غزاله مانيفيك ترو بيان. هادو هما لي بواني اللي عندهم. كاين هادو ديال الكريستون زوين هادو ديال الجاج وحتى هادو فنين. كاين هادو المرمي هادو ما جامو كتعجبوني هادو هادو فيهم مرمون والدوري. كاين هادو المهم تما صراهم كاين شي حاجه زعما حتى بالنسبه لهادشي الفروشه كاين شي حاجه شفتوني طلعت من الريون ديال وليدات الصغار باش نقلب على ديك لي بواني. شوفوا معايا هادو بلاتي جبرتهم البنات. كاين غير هاد البويض والكري ديك لي كوغ في الغوز ما بقاولهمش ما لقيتهمش للاسف. هلا هذا ما كاين داكشي اللي جيت موراه كاع ما لقيتو. غادي نمشي لزهره لاشيمهم اشيمهم غير هنايا قريبه. غادي نمشي ندخل ليه نشوف واحد المخدات خاصني ديال الريش. فوالا غنتلقاكم من بعد هانتوما. المهم خدت الريش اللي كنشري من يا اما هنا يا اما من ايكيا. نشوف غير الطايه 50 على 50. هما هادو نشوف اش هما هادو. هادو 50 على 50. هما هادو غادي ناخذ منهم واحد جوج. البنات هذا اشيمهم اللي جات في لويز في لاباريود ديال السولد كيكونوا فيها حويجات مزيونين. وحتى اوغ سولد كتقدروا تلقاو شي حويجات اللي فيها ثمن معقول ماشي رخاص ولكن معقول مقارنه مع الجوده. بحال ديك المخاد اللي عندي في البيت ديال سيرين ولينا اللي في الدوغي اللي عجبوكم. هذوك الخشيان شريتهم غير ب 5 اورو في السولد من عندهم حيت دوغي نيت. والتعميره ديال الريش حتى هي من عندهم 7 اورو. هما غناخذهم اليوم غادي نوريهم لكم في البيت في الدار ونوريكم حتى كيفاش داك السؤال اللي كتسالوني كيفاش المخده حتى كيوقفوا ليها الودنين ديالها. حنا ديالنا لمية ما كتبغيش توقف حيت عادي حيت الداخل ديالها الريش. غادي نوريكم بالضبط في الدار كيفاش الطريقه حيت الريش كتقدر تمانيبيوليه. المهم هنا عجبتني هذه اللعيبه بغيت نديها لعليا والهويام ولكن خفت يهرسوا لي الكغلاج حيت كانت عندهم في الدار اخرى ولكن في الدار اخرى كان الباركي وفوق الزربيه تنشري لهم شي زربيه غليظه نيت. مي فريمون الغيون هذا ديال الحويجه ديال الحمام والحويجه ديال الوليدات الصغار عندهم دي بون زافير ضربوا دويره عندهم في السولد وفراها في لويز. شوفوا الدنيا في الويل شحال غزاله غزاله. هادي يلا الخمسه د العشيه شفتي شحال فنه مانيفيك. احبابي غادي نرجع في حالي للدار ان شاء الله. غادي نبارطاجي معكم الحويجات اللي شريت من سينا هوم. شريت والو هاد المره مي ديجا شريهم كنت بغيت نبارطاجي معكم. هاي صاحبتي اللي خدات اليوم من سينا هوم. انا مشيت على اساس لا شوميني وكنبغي نبارطاجي معكم بحال هكذا البلاصات اللي مزيونين كيكون فيهم الضوء. بحال انا هاد لا بيريود البنات ديما كنقول لكم كنقول لكم احسن فتره عندي في بروكسل هي فتره ديال راس العام. غير هو هاد العام البرد اكثر من العام اللي فات. هاد العام برد القضيه ولكن ماشي مشكل. شي نهار غادي نلبس مزيان البنات وليكون داكشي مضوبل الخراصه ديال العنق وغادي نجيو ندورو هنايا في المارشي ديال نوال كيكون مشروبات سخونين كتكون واحد لومبيونس. البنات ما نقول لكمش البنات اللي برا بروكسل واللي عمرهم ما عاشوا هاد لومبيونس كنصحكم بها تجربوها البنات فنه. وشفت تبارك الله حتى في فرنسا عند البنات واحد لومبيونس زاله في لا توغيفيل عاملين ديك بحال لي بتيت كابين هكذا كي
بحال دي بتيت تيغاس كيشربوا فيهم مشروبات سخان وعاملين الامبيونس ديال راس العام نيت الامبيونس ديال النوال نوفالون كتكون هاد الاجواء خطيره في اوروبا فريمون تبارك الله عليهم كينظموا داكشي بامتياز وكيخليونا نعيشوا داك الاجواء بحال الاحلام. المهم هنا اختكم اللي غتشبر دابا لوتوروت هادي 6 ديال العشيه غادي نشبر لوتوروت ان شاء الله حتى نتلاقاكم في الدار وهانتوما معايا. سلام البنات. المهم حبايبي لقيتوني يلاه نعس العول باقي كنسمعهم ولكن عملتهم في بلاصتهم. شوفوا معايا شنو لابسه البنات غادي نوريكم دغيا دغيا قبل ما نصور معكم. لابسه هذا الى عقلتوا هذا كتبيعو من نبيله انكا بريستيج وحتى البنات سولوني قالوا لي الخرسي القهوي اللي لبسته البارح ملي كانت الحمات ديالي اللي لبست لي سيرين هذا الصباح راه حتى هو عند نبيله انكا بريستيج. البنات اللي مهتمين شوفوا الفيديو ديال محل نبيله هاد السيمانه اللي فاتت ولا دخلوا عند الانستغرام راني كنطاقيها في لي ستوري. المهم هو جا فيه بحال هذا وهذا اللي جا فيه كاين في الالوان حتى هذا مزيون ولكن انا بغيت حيت الذهبي ديالو ماشي قوي ماشي ميتاليك ولكن كويفري هكذا شفتوها. بالنسبه لهاد الصنطه البنات راهم عند زارا ب 15 يورو هادي الطايه سمول فيهم الطايه الاستيك هي اللي عملت مع هاد الخضر عرفتوا جات رائعه ما كتبانش بزاف حيت دابا الليل ولكن جات فنه مع البنات. شوفوا معايا شوفوا التيشيرت كيفاش طالع عرفتوا اختكم الدبدوبه حتى حاجه ما كتجي قديك وشي صغار قيس واحد القميجه كنت شريتها شي شهر شهرين دابا جيت لبسه والو ما تشدوا لي الزضافات كلشي المهم كلشي الدبدوبه. غادي نوريكم شنو جبنا من سيناهم العبر التشمينيه ما جانيش وعاود كنفكر الا ما غنشريها كامله شمينيه حسن ما نشري فيها بلاكارت عندي كيتهرسوا لي ديك بيبان دجاج دونك فيها الخير انني ما جبتش ديك متر ونص. وبالنسبه للمعلم قال لي متر ونص اوكي راه غتجيني متر ونص نيشان غتجي هذيك. شوفوا معايا هادو انا مشريت والو هاد المره البنات نسيناهم هادو كنت شريتهم داك النهار ما وريتهم لكمش مي صاحبتي خدات اليوم سوبيرا وديك الربعه ديال الكومبارتيمون عرفتم ديك اللعيبات اللي عملت بهم العراضه ديال صاحبتي هادوك غير ب 12 البنات قلت لكم 15 راني غلطت غير 12. هانتوما شوفوا معايا هاد الكويسات هادو فنين فنين حمقوني كاين هكذا وكاينين وحدين على شكل قلب ولكن انا علاش فضلت هذا حيت هاد اليدين هادو حسن من اخر اللي على شكل قلب فوالا بحال هكذا كتحط فيها القوي صراحه خص 12 انا دابا يلا عندي 6 مره اخرى شريت 12 المهم بحال اللي كتحط مره اخرى شريت 6 وحدين اخرين تحط قهوه هنايا والحليوه اللي غترافق بها ولا الشوكولا ولا شي حاجه في هاد البلاصه هادي الشكل ديالو فن هانتوما غزيولين هادو ديال كوكو وايت فوالا هادو البنات هادو من عند سيناهم. شنو اخر غادي نوريكم هادو حتى هما جابوهم بلا ما نحلهم معاكم هانتوما هادو خديت هذا في الدوغي فيه جوج وجابوهم هادو ديما موجودين ولكن كانوا بأثمنة غاليين دابا عندهم هما بكدا وعشرين كدا وثلاثين ما غاليينش بزاف وخديت هادي حتى هي فيها جوج فوالا هادو اللي كيصلحو هادو كتقدمو فيهم الماكلة ديالكم واللافونتاج اللي فيهم أباغ الشكل ديالهم مزيون هو أن تحت كتقدرو تشعلو شميعات يعني كتوجدو الماكلة ديالكم وتشعلو شميعات تحطوها في الطابلة ما كتبردش اي حاجه مثلا الخضره مصوطيه لي غاتان اللحوم اي حاجه غادي تقدروا تقدموها فهاد واخا كاع الطاجين ديال البيض بالكفته تخويوه في الاخر في داك المربع وتشعلوا لي الشميعات ديالو وبلاصو السوبيرا صراحه السوبيرا من الاحسن يكونوا جوج انا ديت غير وحده ماشي هاد المره مي صاحبتي دات الثانيه على ما نشري انا وحده وجاتني شي عراضه ناخذ ديال صاحبتي هذه يعني لا واقيلا 29 الا ما خفت نكذب فوالا هي بلا ما نحل معكم البنات حيت من بعد خصني نجمع هادشي كامل ونخشيهم في داك البلاكار يلاه قديتو يلاه ما كتشوفو هنايا ما كاينش قشوع ديال ملي كانت معنا اختي مريم يلاه خويت هذاك البلاكار كامل ونظمت داكشي تيحن الله ونعدل البيفين تحت ولا بيوندور هي اللي غتنظم لي وهادو البنات هادو غادي نحلهم معاكم هادو فنين انا صورتهم لكم تما كاينين هادو وكاينين ديال البطه انا هادو ديال البطه كنت خديتهم نهار اللي مشيت عند حسنة شانيل ديتهم لليلة هما كاين جوج انواع فعطيتها هي وحده وانا واحد النوع اخر مختلف مي فريمون فنين جوج بيهم يا هادو يا البطه غادي نوريهم ليكم فنين شوفوا الشكل ديالهم شحال كيحمق هما ديال الاقامه ولكن متعددين الاستعمال انا ما غنعملش فيهم العطريه غادي نعمل فيهم شي حويجات اخرين الثلاثه الكبار كنظن غنعمل فيهم قهوه اتاي وسكر وثلاثه الصغار اربعه الصغار غادي نعمل فيهم جوبونس شويه البسكويت شويه اللوز شويه بغيت نعمل فيهم الاقامه لان غيتخسروا الصغيرين ديالهم شحال فنين كيوت فنين كدا هو 40 وعملوا لهم 29 انا غادي نوريكم كيفاش كيجيو هما ديال العطريه هما الاستعمال ديالهم البرينسيبال ديال العطريه مي انا ما غنستعملهمش العطريه حيت عندي ديال العطريه حيت عزو عليا يتكرفصوا في الاقامه شنو بغيت نقول لكم اذا كنتو غتاخذوا هادو ولا اخرين ديال السيني ديال داك البطه قولوا يفتح لكم اصلا الا طحتوا في الاخ زكريا راه غيفتح لكم الجزائري ولكن الا ما كانش زكريا قولوا يفتح لكم لان كيلقاو فيهم بعض منهم مهرسين بحال انا بدل لي واحد جوج خطاوات هو اللي فتحهم لي صراحه بدل لي واحد جوج خطاوات كانوا مهرسين هادو قلت لكم الثمن ديالهم 29 وهانتوما شوفوا شحال فنين يجيو مزلين في لاكويزين
غزالين كيحمقوا بهاد لي بابيون وهادشي اللي فيهم. فوالا هادشي اللي كاين. وغادي نوريكم بالنسبه لزراهم، انتم شفتوا معايا ما لقيتش لي بواني في الدوغي في القلب في الغوز بودغي اللي كنت خصني البيض البنات باقي ناقصني، غنكومونديهم لسي ومن اشيومهم غادي نوريكم شنو درت. ماشي حتى شي حاجه ديال الزواق ولا ديال الديكو، حيت ما كاين لاش، حيت بيانتو كاين لي سولد. غير هما هادو المخد هادو كيبقاو دائما، هادو ما كيتبدلوش، ما زعما ما كيتسولداوش. هادو المخد الوغ، هاد المخد هادو ديال الريشه البنات، هما ماشي صحيين بزاف للنعاس، ولكن كتوقف فيهم ولا هادي 50-50 كتوقف فيهم المخده. دابا غادي نشرح لكم، غادي نهز واحد المخده ونيت حتى البنات كيسولوني. هادي ملي كتعمروها البنات بالمخده صغيره، هي باش كتقدروا تعملوا داك اللعبه هكذا وكتبقى، لان الريش شتوها. انا غادي نعمر معكم وحده ونوريكم كيفاش. الوغ بالنسبه لهادو الصغارين في اشيم هم 8 اورو 7 اورو 95، سينو كاينين في ايكيا طايه 45 على 45 عاملين 7 اورو. سولوا الناس اللي خدامين في ايكيا، قولوا لهم بغينا دي كوسان ا بلوم يعني بالريش، هما غادي يوريكم بلاصتهم. وبالنسبه لهادو الكبار عاملين 10 اورو يعني ثمن مناسب. انا شنو عندي هنا؟ جوج كبار وجوج صغار وخلصت 35 اورو. وهذا المول هذا البنات حتى هو جبتهم عند سيناهم ب 10 اورو وقيل، عامل المول العاجب هذا معروف، هذا ديال الكيك عندي بحالو ديال السيليكون، ولكن هذا اللي داخلين هكذا ما عنديش ديال السيراميك، فوالا جبته بحالو هكذا. غادي نوريكم هذا الشكل المخدع علاش الريش بالضبط ونرجع لكم. فوالا ها نتوما البنات هذا الغشا 50 وهذه حتى هي 50 على 50. الوغ الا بغيتوا المخده تجيكم مجبده ومزيره استعملوا الغشا صغر من المخده، غير 45 على 45. المهم انا هزيت هذا 50 هو اللي بان حدايا ملي عديت، غير باش نوريكم الفائده ديال مخده الريش. ونجاوب نيت البنات اللي كيسولوني كيفاش كيوقفوا لي الودنين ديال المخدات في الفراش. راه بالمخده ديال الصوف ولا ديال اللواط ما غتوقف ليكمش المخده، ضروري البنات من الريش. الريش هو اللي كياخذ لا فورم اللي بغيتو. غادي نوريكم هذا هو الشكل ديال المخده ديالنا شفتوها. الوغ دابا ديك اللعيبه ديال الودينات ساهل امره، فوالا شفتوها كتجي الشكل ديالها الجميل بالنسبه للفراش ولا بالنسبه للصالون. وهاد الطريقه هادي ما تقدر تكون ليكم عين مع المخده ديال الريش شفتو، فوالا بحال هكذا كنضربو في الوسط وكتوقف المخده ديالنا، فوالا كيجي الشكل ديالها رائع. فوالا حبايبي هادشي اللي كاين هكذا كيفاش داز نهاري. غادي نقول لكم نسيت ما وريتكم شي لا ليست ديال الدكتور مروان عبود، دابا نصورها لكم من بعد. المهم كيحيدوا الشعر، كيعملوا ايبيلاسيون بالليزر، كيعملوا الليزر للوجه ديال لي طاش باش كيحيدوا بقع، كيعملوا داك لا راديو فريكونس، كاين بزاف ديال الحاجات ديال الميديسين ديستيتيك اللي كيعملوها عندهم. الورقه نسيت فين حطيتها، خديت من عندهم لا بروشور، اصلا كتبستيت وما غتبانلكمش مزيان، مي ابري بحال اللي قلت لكم مشيو لعندهم وسولوا على راسكم، راه كاين بزاف د الحويجات اللي ماشي ضروري تدوزوا فيهم العمل. ولا حبايبي وصلت معكم لاخر الفيديو، غنقول لكم شكرا لكم، شكرا على الوقت ديالكم، والى فيديو مقبل ان شاء الله، الى اللقاء، تصبحوا لي على خير.